حبيبتي انت وين هلا؟ هنا بمصر. وين بمصر؟ بالحبس. طيب كيف وصلتي على الحبس؟ كنا بدنا نهرب على السويد بالسفينة عم غفر السواحل مسكونا وحطوني بالحبس انا وماما وأخوكي. انت وماما وبابا واخوكي. طيب حبيبتي كم يوم صار لكم؟ زمان يعني اسبوع يمكن اكثر من اسبوع. طيب هلا شو رح يصير برأيك؟ اليوم يمكن بقولون ساعة بدهم يرحلونا على سوريا مع لبنان، بس اليوم يمكن يعني سفير السويدي طلعنا على السويد. طلعكم على السويد السفير السويدي. طيب شو بتقولي له انت اذا هو بده يسمع منك؟ شو بتقولي له؟ انه بدي اعيش مثل الاطفال بالسويد، كيف ان عايشين، مو بسوريا، مو سوريا قاعده تحت القصف ولا هون بالحبس.